عندنا الخضرة ديال الموسم يعني غنديرو معاها الخضرة خضرة يعني كلشي خضر. عندنا الفول، القوق، الجلبانة، القرعة، البروكولي، عندنا قزبر المعدنوس، البصلة، عندنا الطحين ديال العدس، الحامض، البزار، الكمون، التحميرة، الملحة، عندنا التومة، عندنا زيت العود وزيت الرومية. دابا ان شاء الله غنقولو بسم الله. دابا غادي نديرو شوية البزار والملحة داكشي باش نطيبو هاديك الخضرة. لا غادي نديرو معاها هدا نديرو شي ديال التومة، ربيع، قزبر ومعدنوس، زهر، غير الملح، نديرو زيت العود، نديرو غير البزار والملح صافي. دابا غادي نديرو هاد الخضرة ديالنا، نديرو الفول، يعني الفول كيشد شوية طياب، الأول الثاني. نديرو الجلبانة، هو هاد الفول كيكحي شوية المرقة، اللي بغا يطيبو بوحدو يطيبو، لا يسلقو شوية مع شوية ديال الحامض عادي يديرو. دابا غادي ندير الكرعة، يعني درنا الفول، الجلبانة، القرعة، غادي نديرو القوق، كحي شوية هاد حيدتو من الحامض وكحي شوية. نجربو الخضرة هاذيك كتجي زوينة كلها خضرة، نديرو بخمنة هاذيك دابا نطيب الخضرة ديالنا. هي طابت، لا نديرو مع ديك الكبدة، هي هادي، يعني راه كلشي طايب. والماء داك القياس اللي شتوني درت ديال الماء زدت واحد شوية صافي، ماشي بزاف، يعني ما تكتوش الماء، لأن باش كتجي هاكا ناشفة ما فيهاش الماء، هاهي ما فيهاش الماء، وكتجي بنينة هاد الخضيرة هادي. ونتلاقاو إن شاء الله، نديرو صغيرة ديال هاديك باش نشربو هاديك الكبدة. ندير القزبر والمعدنوس، ندير التومة، شوية ديال البزار، حاولوا مابقاش تكترو الكمون في الكبدة لأن راه حساسة من الكمون، يعني كتجي مرة. التحميرة، ندير شويه الملح، انا درت الحامض، نتوما ديروا الخل ديروه، لان كيجي الخل زوين مع الشرميله مع الكبده، ولكن انا درت الحامض. شويه ديال زيت العود، طبعا نخلط هذا الشيء هذا، غادي نشرب ديك الكبده ديالنا. دابا نكملو التشرميل ديالنا، نشربو الكبدة ونتلاقاو إن شاء الله. الكبدة ديالنا اللي شربناها هي هادي، هادا كيف كنقول طحين تاع العدس، هادا طحين تاع العدس، يعني بعد ما نديرها في الطحين غنديرها في الطحين تاع العدس،
لان احنا دابا في الوصفات ديال فقر الدم. ملي كيتطحن كيولي بحال الطحين. دابا غادي نكملو الكبة ديالنا بالطحين ونطلقها. درنا شويه ديال الزيت هنايا سخونه، دابا غادي نديرو البصيله. درنا شويه ديال الزيت، دابا درنا البصل ديالنا، دابا غادي نحطو ديك الكبدة. من هاد البصلة كتجي فيها مزيانة، من هاد كتحميها من باش متحبش بزاف، تبقى ديك البشاميل ديالها فيها. دابا غادي نشوف الكبدة ديالنا مطلقة. دابا غادي نحطو ديك الخضيرة ديالنا مطيبنا. هي كتجي خضراء، دابا درت الفول، جا اللون ديالها شكلها ولكن جات زوينة. هاد الخضرة تقدرو ديروها بوحدها، ديروها مع اللحم، ديروها مع القطبان ديال الدجاج، ولا يعني مع الحوت تحطوها حدا الحوت مقلي. هي تصلح ليكم بزاف تاع الحوايج، وكتجي زوينة وتحطوها كاع غير هكا، كتجي فيها واحد البنة. نحطو الكبدة ديالنا. قلت لكم اللي بغى يدير الطحين يدير، واللي بغى يدير هاد العدس يدير. انا دابا دايره الوصفات ديال فقر الدم، خصني ضروري ندير العدس وندير اللي بلا الطحين. درنا العدس وراه جا فيها بنين، جا فيها مزيان، يبقاو تزعمو عليه ديرو داري ولادكم ولا يعني هادشي ناكلوه. يعني واخا حتى حنايا المهم اللي مريض الله يشافيه، وحتى حنا بناكلو هادشي. دابا غادي نكمل التبصيل ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله. الكبدة ديالنا هي موجودة اللي درناها بالخضرة، درنا فوق من هاديك البصيلة اللي محمرة اللي كانت في التحت ديال الكبدة. كنتمنى هاد الوصفة باش تعجبكم. دابا مبقالي غندبر المحبة والسلام للمغرب الحبيب.